المدن وتعطى في هذه اللحظات ضربة البداية والانطلاقة واختبار لمدرسة ديال كونغو الديمقراطية. ماذا تفعلت؟ تحاول تدخل داخل منطقة الجزاء. ممتازة، كتمر تمريرة جميلة، فرصة الأولى لعناصر منتخب داخل منطقة الجزاء، ثم بعد ذلك تمريرة مشات بواحد الشكل جميل، غير أنها لم تكتمل في الوقت اللي كان بالإمكان الاستفادة من الكرة الماضية عملية. والجهة اليسرى مسودي، مسودي ماذا تفعل؟ تنطلق محاولة للاختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة عملية ديال الدفع، ولكن الحكمة كربوبي بشرى كتقول بأنه التدخل. التمريرة للجهة اليمنى، محاولة لسامية، سامية حاولت أنها تصوب ولكن الكرة تجي في الزاوية تنفذ. ابتسام جريدي، تمريرة ممتازة، فرصة تصويب، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، الرصية، هدف! أوه هدف جميل، هدف جميل، طريقة رائعة جدا، رأسية ما زادت ما نقصت، وضعت الكرة في الشبكة مسودي بطريقة جميلة، يعني تعلن عن الهدف الأول سناء مسودي لاعبة ديال فريق الشيش الملكي. شوفوا هنا الطريقة ديالها كيفاش أنها يعني سعيدة، سعادة كبيرة جدا، كانت رفقة التركيبة ديال فريق الجيش على اليسار. دائما المراقبة لكرة من جديد لعن صالح المنتخب الوطني المغربي، فرصة مسودي مرة أخرى. كأس الأمم الإفريقية، وجميل جدا أن نشوف مباراة ودية على أرضية هذا الملعب والملاعب الأخرى أيضا. كرة ممتازة، محاولة، فرصة، يمكن يدير صويب، تمريرة جميلة، جريدي، محاولة هنا الانطلاقة، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة كان البحث من أجل الانسلال والحصول على ضربة جزاء، لمالا شنا غزلان شباك عميدة أنها تفيد بشكل كبير عناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه محاولة تمريرة تصويبة في مناسبتين اثنتين، أولى كانت صعبة والثانية ممتازة هذه التمريرة، تمريرة أيضا جميلة جدا، هذه فرصة، محاولة الاختراق، مراوغة الحارسة، كانت كرة جميلة من ابتسام جريدي اللي كان بالإمكان ديالها أنها تستفد من الكرة الماضية، أنها تصويبها إلى خارج رقعة الميدان. يعني في لحظة من اللحظات حارسة المرمى غادرت العرين ديالها. لاحظوا هنا الوطني المغربي النسوي فاردين الحضور ديالهم، مسودي فرصة جميلة جدا، مسودي تمريرة ممتازة للجهة اليمنى، حسنية ماذا تفعل؟ القائم ينوب عن الحارسة، طريقة جميلة في المراوغة، الاختراق بشكل ممتاز أمام تصفيقات الحضور مدعوما بجماهير غفيرة في الوقت اللي كنشوفوا هنا العملية الهجومية، البحث عن التمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة إمكانية ديال التمرير داخل منطقة الجزاء، فرصة ولكن بعيدة مباشرة، تمريرة جميلة هذه الطريقة ديال الدخول والاختراق، أعتقد ضربة جزاء. لاحظنا الطريقة وأسلوب، يعني في لقطة ممكن نقول بأنه لو أن عنت عليها كربوبي كان بإمكانها المباشرة الآن من عناصر المنتخب الوطني المغربي النسوي. نعم تصويبة وتصدي من جانب الحارسة ناكاماكيتا، مدرب الذي يحضر اليوم رفقة المنتخب الأول. نشوف هنا كرة ممتازة، فرصة، مسودي وقفات الكرة ديالها، تفاجأت بعرقلة واندفاع ديال فرصة، إنزال، البحث عن لعيبة قادمة من الخلف مع إمكانية ديال تصويب، والهدف الثاني قلنا اللمسة موجودة واللمسة رائعة، والهدف من لاعب اسمه صغير صباح، توقع الكرة في الشباك المنتخب الكونغو، منتخب كان بإمكانه أن يحصل على هدف أكثر، وهدف بطريقة رائعة جدا، التصويب عن بعد. الآن تمريرة جميلة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة في ولتين اثنتين، زينب ماذا تفعل؟ تحاول ما أمكن تدخل داخل منطقة الجزاء، تمريرة رضواني محاولة الاختراق والدخول، وحكمة اللقاء تقول لمس الكرة، نعم كرة تعود من جديد أو المتربطة الصغيرة، ممتازة هذه اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، وممتازة فرصة إذا الشباك تمريرة رصية جميلة، هدف رائع، هدف جميل، انهيار لدفاع المنتخب الكونغو، والطريقة اللي جا من خلال الهدف جيدة جدا، ارتقاء ديال اللعيبة بوخامي سهام. لاحظوا هنا رد الفعل ديال المدرب رينالد بيدروس، سيكون سعيد ايام السعادة بلاعبات يحققنا المطلوب على مستوى رقعة الميدان قبل ان يتوجهنا لمستودع الملابس. ولاحظوا هنا جوج ديال الاهداف مقابل
كرة جميلة الأطراف تتحرك، تمريرها داخل منطقة الجزاء، فرصة محاولة للتصويب ضاعت، نتابع هنا محاولة، فرصة اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، يمكن يدير تمريرة، فرصة إنزال بالصدر ممتازة، هي جميلة وجميلة جدا، محاولة من الجهة اليمنى، كرة ممتازة، فرصة هدف، والهدف الرابع، نعم الهدف الرابع والثاني لهذه اللاعبة، الهدف الثاني الشخصي لهذه اللاعبة، اللاعبة صغير صباح. نعم طريقة، أنا شوفوا الطريقة اللي جا من خلالها التمرير في الوقت اللي هنالك تنبيه على أن سلمى حسني، كرة براس ممتازة خبين آخر في الشوط الثاني، تمريرة ممتازة، فرصة وهدف محقق يضيع، الهدف الخامس يضيع، هدف الخامس يضيع، يعني منتخب ثاني الان كنشوفوا على كرة جميلة محاولة ممتازة، فرصة داخل منطقة الجزاء، تصويبة، هدف جميل بطريقة رائعة، أماني سلمى ضيعت الهدف الأول ولكن سرعان ما رجعت وتمكنت من تسجيل الهدف بالنسبة لها في هذه المشاركة. إذا خمسة ديال الأهداف في حد ساعة منطقة الجزاء، سلمى تمريرة ممتازة، فرصة ديال الهدف ولكن أو تمريرة الجهة اليسرى، يمكن يدير تصويب، محاولة تصويبة جميلة، تصويبة عن طريق تكناوت فاطمة على الصورة، لاعبين فريق الجيش الملكي، يعني دفاعية 100%، كرة ممتازة متواصلة رأسية، الحظ العاثر أمام هدف سادس، أمام ممتازة، جميلة العملية، وضربة جزاء، والحكمة كتقول وصل اللعب. نعم نشوفوا هنا انطلاقة، إنه كان سقوط، فرصة مرة أخرى، تمريرة تاع فاليس، ومع ذلك نشوفوا هنا كرة ممتازة، جميلة، هذا الهدف يدرس، الطريقة الرائعة على الطير، إتمام العملية، وضع الكرة في المرمى، أسلوب السل الممتنع، نعم إتمام الكرة، شيء بعيد بعض الشيء، ولكن تم استدراك الأمر، كرة ممتازة، هدف جميل، هدف رائع، سامية حسني لعبة شانك البلجيكي، اللاعبة اللي كتوضع الكرة في المرمى، معلنة عن هدف السابع في هذه المباراة، خلات هدفية كبيرة وتصويبها في المقاس، وضعت الكرة ديالها في المرمى، ولو أنها كانت بخارج قدم كانت تسير بشكل. Thank you.